السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع الفابريكيشن في الـ MEB. دلوقتي ممكن يكون عندي ضغطات كتيرة جدا وفي إلبو وفي تي وفي حاجات دي. الحاجات دي لو صنعت في قلب الموقع بيبقى فيه مشاكل كتيرة جدا، تمام؟ بيبقى فيه مشاكل إن المكان غير مجهز، فممكن حد مثلا يتعور لا قدر الله أو تيجي حاجة فيه أو كده. فالأفضل إن احنا نعملها في المصنع، فلازم ندير المصنع مقاسات دقيقة بحيث إن هو لما يصنع ما نضطرش إن احنا نعدل حاجة أو إن احنا نرمي حاجة. الواقع العملي ان بالاساليب التقليديه بيبقى فيه الارقام مش دقيقه، فبتلف حاجات اكبر وحاجات اصغر ويقعد يبدل، وبعد كده حاجات مثلا يرميها وحاجات تانية يبدا يقطع فيها فبيشتغل في الموقع، فده بيعمل مشاكل جدا. انما في بعض البرامج القويه، يعني زي في برنامج مثلا كنا شرحناه على موقع بيم اريبيا اسمه فابريكيشن كاد MEB، ده كويس جدا برضو في موضوع الفابريكيشن. وفي برضو بس مختلف عن الكاد الكام دكت بيبدا احط الحاجات اللي هبعتها لمكنه CNC. هنا الفابريكيشن كاد MEB بنبدا نحطه على برنامج كده واجهه زي الاوتوكاد. طيب انا دلوقتي اول ما ببص بيقول لي الاعدادات موجوده، هي حاجات خاصه بالماتريك، حاجات خاصه بالامبريال وهكذا. ممكن اقول له كرييت واعمل واحد جديد وابدا احط الاعدادات فيه، او اد لينك اديله فولدر يكون فيه الاعدادات. ممكن تاخد تخش على الفولدر اللي هو سي يوزر بابليك دوكيومنتيشن اوتوديسك فابريكيشن، وتاخد الحاجات دي كلها وتبدا تحط لها فولدر في قلب الدي لو انت عايز تحتفظ بشغلك على الدي. طيب انا دلوقتي مثلا عايز ابدا متريك، فابدا ادوس على المتريك. ممكن تقول له اد بلانك جوب، ممكن تقول له عايز نيو جوب ويزارد. طيب انا قلت له دلوقتي متريك، فانا دلوقتي هقول له كرييت بلانك جوب، هيتظهر لي الحاجه دي. هقول له جوب براوزر تبدا تستعرض فيها الحاجات، احنا لسه ما قلناش حاجه. ممكن تقول له كلوز، ممكن تقول له جوب انفورميشن. دي معناها ايه؟ ان انا ببدا احط المعلومات الخاصه بالمشروع. هنا من جنرال هتبدا تدخل معلومات المشروع، الجوب نيم وهكذا، البروجكت. هنا بقى موضوع السبيسيفيكيشن، لو انت مش معلم يبقى كده كل الحاجات السبيسيفيكيشن دي هتبقى متوفره معاك. لو انت قلت له ديت يبقى مفيش حاجه تبقى متوفره غير اللي هتدوس عليها وتضيفها للاوت، تمام؟ فانا دلوقتي هقول له ايه، خليهم كلهم، ما دون شايل علامه يبقى كله هيبقى متاح. هنا تقدر تقول له بقى الكواليتي، الاريا، الويت، كل الارقام دي زيرو لان احنا لسه ما ضفناش. لما هتبدا تضيف هتبدأ المعلومات دي تظهر معاك. دي المعلومات الخاصة بالشركة، النيم، الادرس، التاون، الريجن، البوست كود، الحاجات دي كلها. الكاستمر برضو تحط المعلومات بتاعتها وهكذا. المعلومات دي هتفيدني في حاجة، او هتفيدني في ان انا بعرف المشروع ده بتاع ايه وهكذا. انما في الاعداد بتاعت الشغل الموضوع كومباني وكاستمر مش هيضيف لي حاجة. الموضوع السامري ده هيفيدني في ان انا بعرف مجموع الاوزان، مجموع الاريا قد ايه عندي والعدد قد ايه، تمام؟ طيب هو دلوقتي ايتم فولدر هيبدا يجيب لي العناصر، هي حاجات خاصه بالستراكشر، حاجات خاصه بالصحي، حاجات خاصه بالميكانيكال، حاجات خاصه بالشفاك، حاجات خاصه بالالكتريكال، وكلهم نفس الفكره. هنا تبدا تشوف مثلا ايه الحاجه اللي انت عايز تعملها. عايز مثلا تضيف حاجه في الاوفال، في الريكتانجل. انا مثلا اخترت الريكتانجل، فبيبدا يجيب لي كل القطع بتاعه الريكتانجل. في حاجات اهي اللي هي القطعه نفسها، في حاجات مثلا لو هو عامل تبر او عامل ريديوسر، في مثلا عامل ريديوسر بند. طبعا في حاجات تبقى 45 وحاجات 90، و90 تقدر تغير الرقم يوصل لل 45. وفي عندي هنا الكويك تيك اوف، في هنا سيت اب بروسيس، في عندي مانوال نست هنبدا نشوفها ايه الفرق بينها وبين الاوتوماتيك. الاوتوماتيك هو اوتوماتيك بيبدا يرص الاماكن بحيث ان هو يوفر في الصوب اللي هو هيقطع فيه، انما المانوال بتعملها مانوال. طبعا الاسهل ان انا اعملها اوتوماتيك. امتى الجا المانوال؟ لو انا في قطعه مثلا نسيتها، في قطعه اتعملت غلط فعايز اعيدها وهكذا. طيب انا ممكن اقول له مثلا عايز ادخل في الريدس بند، فبيبدا يجيب لي الاعدادات بتاعتها بالشكل دوت. الويتس قد ايه، تقدر تعدل الرقم هنا اوتوماتيك، تقدر تعدل الديبس، تقدر تعدل الزاويه. زي ما احنا قلنا ممكن تخلي ال 90 دي تخليها 45، تخليها 135 زي ما انت عايز. التوب اكستنشن، البوتوم اكستنشن، وكل الكلام ده اللي انا بقوله فيه التكييف ينطبق على البرامج وينطبق على الالكتريكال. هنا بقى بيقول لي النوع انت عايزها، مثلا النوع، فتقدر تختار النوع اللي انت عايزه وهكذا. الاوبشن عاده بنسيبها زي ما هي الا لو انت عايز تعدل، يعني هي دي الاعدادات الافتراضيه ودي كويسه. انت من عايز منها كم عدد؟ الايتم نمبر ده الرقم بتاعه، وده هنا الكوانتيتي العدد بتاعه. الماتيريال، تمام؟ اهي الماتيريال هنا جاب لي الحاجات اللي متخزنه عنده، والسبسكيشن هيت تقدر تختار السبسكيشن اللي موجوده، تمام؟ طيب تقدر تقول له انا عايز اشتغل بالاني سبسكيشن موجوده، وكل الحاجات دي موجوده في الداتابيس. هنا لما تيجي تفتح الداتابيس
هتلاقي الاعدادات هي موجوده، فتقدر تختار الحاجات الخاصه بالاعدادات عموما زي اليونت المتريك والامبريال والحاجات دي كلها، الكوما قد ايه وهكذا. هنا المصنع، فتقدر تختار الماتيريال، تقدر تضيف وتكرر الحاجه اللي انت عايزها، ممكن تقول له نيو فيبدا يختار ويكرر لك الحاجه اللي انت عايزها. في حاجات خاصه بالطاقات اهوت، تمام. في حاجات خاصه بالفيتنج، تمام. في حاجات خاصه بالتيك اوف، في حاجات خاصه بالكوست، تبدا تحسب التكلفه اللي انت عايزها هتبقى قد ايه، تمام. فهو اوتوماتيك هيديك الحصر بتاع وزن الحاجات وكل الحاجات دي هيبدا يجيبها لك. طيب هقول له اوكي. هنا نوتس، لو في اي نوتس انت عايزها. سبليتر اللي هو هيقسم الضغط هنا بحيث الهواء ما يبقاش يقدر يتحكم في الهواء، في ريش كده بتتركب هنا، تمام. فتقدر تختار النوع بتاعها. ستيفنر تبدا برضه تختار اللي انت عايزه. الكونكت دوت ودوت، فتقدر تختار اللي انت شايف ان هو انسب ليك، تمام. ممكن تقفل دوت، لو قفلت كده معناه ان هو هيلتزم بالحاجه دي بالمعلومه دي. طب لو فتحته هياخد المعلومه من السبسكريبشن اللي انت مختارها، يبدا يشوف السبسكريبشن بتقول ايه ويبدا يمشي على اساسها. وهنا برضو تبدا تشوف الاعداد بتاعتك، ممكن تقول له انا عايز ادخل في الديفلوب، فتدخل في التفاصيل بتاعت هنا، وتقدر تبدا تعمل سناب مثلا، تشغل السناب اللي انت عايزه. ممكن تقول له انا عايز اقيس، فتبدا تشوف المقاس اللي انت عايزه، تمام. في مشكله في الارقام، ممكن تشوف لو حاجه مايله مثلا تبقى طالعه ازاي، تمام. الراديوس هيبقى قد ايه وهكذا. فتقدر ان انت تحدد الاعدادات اللي انت عايزها، ودي السيتنج اللي موجوده. يبدا تشوف السيتنج بتاعت الكتابه اهوت. طيب وهنا ده الاكس سايز وده الواي سايز والاريا والبارت. احنا عندنا مثلا الدوت هتقسم على اربع حتت، الحته دي والحته دي ودي ودي وهكذا. طيب ممكن تقول له انا عايز اشوف الحته الثانيه، اشوف الحته الثالثه وهكذا، فيبدا يجيب لك الاربع حتت اللي هو هيقطع عليها، تمام. عندنا 1 2 3 4، هما دول الاربع حتت اللي هيقطعهم بالشكل ده. ريدو لما بتخلص شغل خالص بتقول له طب وريني الشكل بقى بعد ما التعديلات بتاعت اتنفذت. طيب بتقول له اكسبت، وممكن بعد كده تيجي هنا لل جوب، فتلاقي الخمس قطع اللي احنا عملناها. خلينا نقول له مثلا خش في الايتم فولدر تاني، ونقول له مثلا احنا عايزين الريديس دي. دي برده الاعدادات موجوده، تقدر تعدل في الويتس في الدبس في اللي انت عايزه. الاوبشن برده هتلاقي نفس الاعدادات، مفيش اي مشكله خالص. الايتم تبدا تقول له مثلا عايز منهم مثلا ثلاث حتت، ونوعهم مثلا الماتيريال بتاعتهم، تبدا تحدد الماتيريال وهكذا. تقدر تخش على الديفلوب، تقدر تعمل ريدرو للحاجه، تقدر تقول له اكسبت، وبعد كده تدخل على الجوب فتبدا تشوفهم بالشكل ده. طيب بعد كده هقول له اوتوماتيك ليستد، فهو بيقول لي انت عايز المسافه بين القطعه والقطعه تبقى قد ايه، واقول له اوكي، فيبدا يرسمهم لي بالشكل دوت، بيقول لي ان هم خلاص كده اتعمل، او زي ما انت شايف بقوا موجودين بالشكل دوت. طيب ممكن مثلا اعلم على ديت واقول له افتحهم لي، فابدا اشوفهم بالشكل دوت. طبعا لو انت مانوال هتبدا ممكن تسحب وتحط الحاجه في قلب القطعه، انا ما هو هنا قطعهم لي بشكل كويس جدا. ممكن ابدا اشوف التقطيعه، هو يقطع دي الاول، وبعد كده هيقطع دي، وبعد كده هيقطع دي، وبعد كده دي 4 5 6 7 8. طيب لو انا عايز اشوف المكنه هتبدا تشتغل في الموضوع ده ازاي، اخش هنا في الشيت واقول له تريس، هيبدا يقول لي ان اللون الاخضر ده معناه ان هو لسه ما بداش، اول ما المكنه تقف هنا هيبدا يعملها لي الشكل ده، هيبدا بقى يشغل القطع. اللون الازرق معناها ان هو بيقطع. خلينا نشغل بسرعه بس مش بسرعه قوي. اه دي مكنه سي ان سي، اللون الاخضر ده معناه ان هو ما بيقطعش، هو بس بيتنقل من مكان لمكان. تقدر تقول الابره نفسها طلعت بحيث انها ايه ما تقطعش، ورجعت مكانها بالشكل دوت. فده هنا تريس. كونتك اوف يبدا يجيب لي الحصر العناصر اللي موجوده بالشكل دوت، وممكن تدخل تقول له رايت ان سي ان سي، فيبدا هو يطبع على طول. ممكن تقول له سيف الجوب دوت، تقدر تسيفه بالامتداد ام اي جي او اي اس جي او جي او تي لو انت عايز تسيف تمبليت. طيب خلينا دلوقتي بقى ندخل في جوب انفورميشن، هنلاقي ان هم عدد القطع هم الاريا قد ايه الويت قد ايه وهكذا. بدا يديني كل المعلومات من خلال القطع اللي انا قلت له يعملها. فهو برنامج ممتاز جدا لموضوع الفابريكيشن وتجهيز الحاجات
انها تبع في المصنع.